أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم عن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف شريحة الطلبة من الصم والأكفاء ومصابي الشلل الدماغي. نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، وخلال زيارته إلى مدرسة الرجاء للصم التابعة للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في لواء رصيفة بمحافظة الزرقاء، أعلن عن زيادة الوقت المخصص للطلبة الصم والأكفاء ومصابي الشلل الدماغي في امتحان الثانوية العامة 50% عن الوقت المخصص اعتبارا من الدورة الشتوية المقبلة. كما أعلن عن توفير الكتب المدرسية للطلبة الصم في المملكة من الصف الأول الأساسي وحتى التوجيهي مجانا وعلى نفقة الوزارة، وأيضا توفير المستلزمات لكل شريحة وفقا لقدراتها. اتفقنا أن يكون هناك شخص مختص بالإشارة للصم، وشخص أيضا مختص بقراءة الأسئلة أو تفسير الأسئلة للمكفوفين، بمعنى كل مدارس أصحاب الاحتياجات الخاصة ستعامل معاملة خاصة بما يساعدهم على تقديم الامتحانات، وأيضا بما يهيئ لهم بيئة مدرسية يستطيعون أن يتعلموا من خلاله.